بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ازاي نعمل بريميكس املاح معدنية للابقار الحلابة، وقلنا ايه هي المواد الكيماوية اللي بنجيب منها انواع العناصر المعدنية المختلفة. طيب النهاردة هنتكلم عن ازاي نعمل بريميكس او مخلوط فيتامينات للابقار. هنتكلم عن الاحتياجات بتاعة الأبقار من الفيتامينات، وإيه هي المركبات الكيماوية اللي بنجيب منها هذه الفيتامينات. لو اتكلمنا الأول عن ليه احتياجات الحيوانات من الفيتامينات عملية صعبة، فعلا صعبة ان انت تقدر احتياجات الحيوان من الفيتامينات. ليه؟ لمجموعة من الاسباب. اول حاجة ان تقدير الفيتامينات في الاعلاف بتبقى عملية صعبة، بتبقى غالية مكلفة، محتاجة اجهزة غالية. تاني حاجة ان في امكانية كبيرة لفساد الفيتامينات الموجودة في الاعلاف، فالحيوان لما تيجي تقدر كمية الفيتامينات اللي في الاعلاف وتقدمها بعد فترة للحيوان، ما تعرفش الحيوان هو كان قد ايه من الفيتامينات، لان في جزء منها بيفسد. برضو في ان بعض الفيتامينات زي فيتامين B12 بيتكون في كرش الحيوان، فما تقدرش تعرف بالتحديد الكرش يكون قد ايه من هذه الفيتامينات. ده غير ان تأثير نقص او زيادة الفيتامينات ما بتظهرش على الحيوان بسرعة، لكن بتاخد فترة طويلة. لو هنيجي دلوقتي نتكلم على فيتامين A. فيتامين A احتياج الأبقار الجافة من فيتامين A بتقدرها الـ NRC بـ 82 ألف وحدة دولية في اليوم، واحتياجات الأبقار الحلابة بيبقى 72 وحدة دولية في اليوم. هنقول دلوقتي الوحدة الدولية دي هنجيبها ازاي، من أنهي مركبات، وبتسوي قد إيه من هذه المركبات. الأهمية فيتامين A ان الابقار اللي بتاخد احتياجاتها كاملة من فيتامين A بنلاحظ ان هي بيحصل نقص او تقليل او انخفاض حدوث التهابات الدرع او التهابات الرحم او احتباس المشيمة او حدوث الاجهاض. الحاجات دي كلها بتقل في حالة ان الحيوانات بتاخد احتياجاتها كاملة من فيتامين A. فيتامين A عيبه ان هو اقل ثباتا، يعني نشاطه بيقل بالوقت او فعاليته بتقل في الوقت، بتقل بمقدار قد ايه؟ بمقدار 10% كل شهر، 10% من فعاليته بتقل كل شهر، طبعا على حسب ظروف التخزين، تزيد 10% او تقل حسب ظروف التخزين. طيب فيتامين دي، فيتامين دي NRC قدرت احتياج الابقار من فيتامين دي ب20 ألف وحدة دولية، ولكن في دراسات أشارت إلى إن لو زودنا فيتامين دي في العليقة إلى الضعف، يعني إلى 40 ألف وحدة دولية، ده بيؤدي إلى زيادة إنتاج اللبن وتحسن في مقاييس التناسل في الأبقار. طيب فيتامين دي الـ NRC قدر احتياجات الأبقار الجافة من فيتامين E بحوالي 1000 وحدة دولية، وهنشوف برضو زي ما قلنا الوحدة الدولية دي بتيجي من قد إيه من المركبات الكيماوية. دي الأبقار الجافة. الأبقار الحلابة بتحتاج 500 وحدة دولية في اليوم. زيادة فيتامين E في العلايق عن هذه المستويات مفيش بيجي من وراء فوائد إيجابية، فبالتالي نكتفي بهذه المستويات وما نزودش عنها. الفيتامينات اللي احنا قلناها دي الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون. طيب بالنسبة للفيتامينات اللي بتدوب في المية، في منهم 3 فيتامينات بيدوبوا في المية عادة بيستخدموا كإضافات علفية للأبقار، اللي هم البيوتين والكولين والنياسين. طب البيوتين بيضاف في علائق الأبقار بقد إيه؟ بمعدل 20 ملي جرام لكل رأس في اليوم. فايدته إيه؟ بيعمل على زيادة إنتاج اللبن وتحسن أو تحسين صحة الحافظ. اللي بعد كده الكولين بيضاف في صورة بروتكتد كولين، يعني اللي هي الكولين المحمي. طب ليه الكولين بيتحط في صورة محمية؟ لان الكولين بيحتوي على مجموعة ميثايل اللي هي CH3، بيحتوي على مجموعة ميثايل
او ثلاث مجاميع كمان ميثايل، والمجاميع ديت او مجموعه الميثايل مجموعه مهمه جدا ما بيقدرش الحيوان يكونها في جسمه، فبنديها له في العلايا. فلو لو هي مش في صوره محميه بيحصل دي ميثايليشن، يعني بيحصل نزع لمجموعه الميثايل وتبتدي تتكسر في الكرش بتاثير الميكروفلورا. طب الكولين او البروتكتد كولين بيضاف للابقار بمعدل قد ايه؟ من 20 ل 60 جرام للراس في اليوم. اهميته ايه؟ بيؤدي الى زياده انتاج اللبن، بيقلل من حدوث الكيتوزيس، بيقلل من الفاتي ليفر، وهو طبعا غالي الثمن، علشان كده استخدامه بيتوقف على جدوى الاقتصادية. طيب ازاي بقى نجيب الكيماويات او المركبات الكيماوية يعني اللي بتوفر لنا هذه الفيتامينات؟ هنبتدي بفيتامين ايه. فيتامين ايه كل وحدة دولية من اللي هي بقى ايه انترناشنال يونت اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا هي هتبقى قد ايه. عندنا فيتامين ايه الوحدة الدولية منه بتساوي 3/10 ميكروجرام ريتينول او 6/10 ميكروجرام بيتا كاروتين. ناخد بالنا ان العناصر المعدنية اللي فاتت كانت بتتقدر بالملي جرام، التريس إليمنت كان بتتقدر بالملي جرام، لكن في الحالة دي في حالة الفيتامينات بتتقدر بالمايكرو جرام. يبقى الوحدة وحدة دولية من فيتامين A بيساوي 3/10 مايكرو جرام ريتينول أو 6/10 مايكرو جرام بيتا كاروتين. طب لو فرضنا مثلا إن البقرة بتحتاج من فيتامين A 72,000 وحدة دولية، يبقى ال 72,000 وحدة دولية هنجيبهم من انهي مادة وقد ايه من المادة دي؟ هنجيبها الاول من الريتينول. الريتينول يبقى هناخد منه قد ايه؟ اللي هي 72,000 وحدة دولية هتضرب في 3/10 يبقى 61,600 مايكرو جرام، اللي هي بتساوي يعني 21 ملي جرام، لان الملي جرام فيه 1000 مايكرو جرام. ده لو هنجيبها من الريتينول. طب لو هنجيبها من البيتا كاروتين هنضرب ال 72,000 وحده دوليه في 6/10 يطلع 43,200 مايكرو جرام بيتا كاروتين، اللي هي بتساوي 43 ملي جرام بيتا كاروتين. طيب بالنسبة لفيتامين دي، فيتامين دي بيجي من الكوري كالسيفيرول او الارجو كالسيفيرول. كل وحدة دولية من فيتامين دي بيساوي 25,000 مايكرو جرام كوري كالسيفيرول او ارجو كالسيفيرول. وبالتالي لو احنا قلنا ان البقرة بتحتاج في اليوم 20,000 وحدة دولية، يبقى ال 20,000 وحده دوليه دول هيجوا من قد ايه؟ هنضرب ال 20,000 في 25 من 1000 هيدي 500 مايكرو جرام من كوري كالسيفيرول او اورجو كالسيفيرول. طيب هنيجي بعد كده لفيتامين اي. فيتامين اي بيجي من انهي ماده كيماويه؟ بيجي من دي، بيجي من دي الفا توكوفيرول او دي ال الفا توكوفيرول. الوحده الدوليه الواحده من فيتامين اي بتساوي 67/100 ملي جرام دي الفا توكوفيرول او 9/10 ملي جرام من الدي ال الفا توكوفيرول. طيب لو افترضنا ان احتياج البقره الحلابه من فيتامين اي في اليوم هو 500 وحده دوليه، يبقى هنوفرها ازاي بقى؟ يبقى ال 500 وحده دوليه دول هيتضربوا في 67/100 يطلع 335 ملي جرام من دي الفا توكوفيرول، او اللي هي بتساوي ما يعادلها يعني هنضرب ال 500 في 9/10 تطلع 499 ملي جرام من دي ال الفا توكوفيرول.
طيب احنا قلنا دي اللي هي احتياج الابقار من الفيتامينات، وتيجي من قد ايه من المواد الكيماويه اللي احنا قلناها. ممكن نعمل نخلطهم بالمايكرو ميكسر طبعا. لو احتاجنا مثلا، او لو قلنا او خططنا ان احنا عايزين كل 1 كيلو من هذه الفيتامينات يضاف لطن علف، هنعمل نفس اللي عملناه في تكوين البريميكس الاملاح المعدنيه للابقار، وده اللي احنا شرحناه بالتفصيل في الفيديو اللي فات، اللي هو ازاي نعمل بريميكس املاح معدنيه للابقار. وانا هسيب اللينك بتاع الفيديو ده في اول تعليق. هنستخدم نفس الطريقه في الخلط، ونفس الماده الكيماويه اللي هي كارير، اللي هي مثلا ولتكن كربونات الكالسيوم. ديت ببساطه ازاي نعمل مخلوط فيتامينات للابقار الحلابه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.